بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أبناءنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم وأكمل لكم اختبار الفصل الأول اللي صفحة 55 بإذن الله تعالى. الآن بالنسبة للمتباينة الأولى عشان أمثلها اللي هي 2y minus 5x نسويها يساوي 6. بعدين نعمل جدول x y x صفر y صفر. الآن بنشوف كم يطلع y. y راح تكون معامل 6 تقسيم معامل y لأنه x بتكون صفر، فستة تقسيم اثنين بيطلع ثلاث، اذا واي ثلاث. اما اكس راح تكون ستة تقسيم سالب خمسة. لما نروح على الآلة الحاسبة ستة تقسيم سالب خمسة تطلع سالب 1.2، تمام. الان بنروح نرسمهن، اكس سالب واحد واثنين من عشرة يعني هون، وواي ثلاث هنا، والخط راح يكون متصل، الخط سيكون متصل سيكون الخط متصل ويمر بالنقطتين، معلش ثواني اضبط الكويه، يجب انه يمر بالنقطتين. تمام، هذا الخط يمثل المتباينة الأولى. كونه أقل، ولو أخذنا صفر وصفر الأقل دائما تحت، وهون صفر صفر أقل من ستة مظبوط، إذا بروح أظلل المنطقة التي تحت هاي المتباينة كما تشاهدون. تكلم احنا عن سؤال 15 ما حليناه، في طلاب طلبوا. الان بنروح نرسم المتباينة الثانية نفس الاشي، نعمل لها جدول x y. لما اخذ y صفر x سالب 4 على 4 بتطلع سالب 1، لما اخذ x صفر واي سالب 4 على 1 بتطلع سالب 1. يعني لا، هون سالب 4 بتطلع سالب 4 تقسيم 1 سالب 4. الآن بنروح نمثل اكس بسالب 1 هنا، واي سالب 4 هنا، والخط سيكون متقطع اليوم، في شوية ازعاج لانه في بناء جنبنا. المتباينة الثانية تمام، الخط راح يكون تحتها ولا فوقها؟ بكل تأكيد راح يكون تحتها لأنه أقل. لو أخذنا صفر صفر الصفر ليس أقل من سالب 4، إذا الحل بالجهة الأخرى اللي هو أقل. المنطقة المشتركة اللي بتهمني هي هاي المنطقة، هاي هي منطقة الحل. طبعا هاي جزء من منطقة حل الثانية، لكن المنطقة المشتركة واللي معنية هي هاي المنطقة. هذا بالنسبة لسؤال 15.
السؤال بعده بيحكي عن ورشة نجارة بتعمل مقاعد وبتعمل طاولات، وكل مقعد وطاولة المقعد بده 3 ساعات صناعة، والطاولة بدها 2 ساعة صناعة. بعد ما يكملوا الصناعة بيأخذوهم على الطلاء. المقعد بده 1/2 ساعة والطاولة بدها 1 ساعة بالطلاء. إذا كان المصنع قدرته الإنتاجية في الصناعة 108 ساعة، والطلاء أكثر إشي بيقدر يشتغل 20 ساعة يوميا، وكان ربح الطاولة 35 والمقعد 25. بدنا الآن نعمل بالنسبة لهم متباينات ونظام برمجة خطية. أول إشي بنروح نفرض إكس عدد إيش الطاولات أو المقاعد، ما بتفرق، بس بدك تلتزم لأنه هون ملاحظ أنه مقدم الطاولة على المقعد بالربح، لكن خلاص إكس عدد المقاعد، واي عدد الطاولات. تمام. طيب شو انا عندي قيود؟ اول شيء اكس بدها تكون اكبر او يساوي 0، يعني هسه بدنا هاي نمسك الرسمة، ما بيلزمني الا الربع الاول منها، بدي اطلع لكم اياها برا هيك وما خلي الا الربع الاول منها فقط بهذا الشكل. انا بيلزمني الربع الاول، ما بيلزمني شيء ثاني. اكس اكبر او يساوي 0 لانه ما في عدد مقاعد بالسالب، وواي اكبر او يساوي 0. تمام. وعندي قيد ساعات الصناعة اللي هن 3x كل مقعد بده 3 ساعات، و2y كل طاولة بدها 2 ساعة. هذا بده يكون أقل أو يساوي قدرة المصنع اللي هي 108. هذا أول حد. والحد الثاني قسم الطلاء، المقعد بده 1/2 ساعة، الإكس منهن 1/2 في إكس زائد واي، هذول بدهم يكونوا أقل أو يساوي إيش؟ كم ساعة دهان يقدروا يشتغلوا؟ 20 ساعة. تمام. دالة اللي أنا بدي أصل إلها أو أهدف إلها هي دالة الربح، إف إكس واي اللي أنا بدي أربح. كم أربح من الطاولة؟ 35 والمقعد 25. إذن 25x زائد 35y. أوكي. الآن بده نمثل بيانيا. 108 × 3 كم فيها؟ 36. يعني بدي أقسم أنا 5 5 10 15 20 25 30 35، ونفس الاشي هون 5 15 25 35. نعمل جدول اكس واي، حط اكس 0 وحط واي 0. لما حطيت اكس 0 واي بدها تكون 108 × 2، كم فيها؟ 54. ولما حطيت واي 0 اكس 108 × 3
فيها 36، 36 مقدور عليها، أما بين 54 هاي 36 هنا، والأربعة وخمسين تقريبا 35، 40، 45، 50، ها تمام. ونروح نجيب خط هاي النقطة عند 54 عشان تلزمني بعد شوية، نجيب خط متصل ونرسمه. توقعنا انها تصل لهذا الرقم، ما في مشكلة. الان تظليل المنطقة راح يكون تحتها، من هذا المثلث تظليل ضمن هذا المثلث، الآن بنروح نرسم المتباينة الثانية، يلا، المتباينة الثانية، بنسوي إكس صفر، نشوف شو يطلع واي، ونسوي واي صفر نشوف يطلع اكس. يلا اكس صفر واي 20، واي صفر 20 تقسيم نص بيطلع اكس 40، يعني بيزيد هنا شوية هاي الاربعين هون والعشرين هيها. بنروح نرسم خط متصل هنا، تهمنا هسه النقطة نروح نمثل المنطقة المشتركة هاي، هاي المنطقة المشتركة بين الثنتين تمام. الآن بيهمني أنا النقاط رؤوس الحل، النقطة الأولى هاي 20 صفر وعشرين، نقطة هاي صفر وصفر، النقطة هاي 36 وصفر، النقطة هاي بطلع لكم اياها، النقطة هاي تطلع 3 مع 33، 33 اكس واي 3، تحبوا تتأكدوا مثلا بالمعادلة الأولى، 3 في 33 99، واثنين في 3 6 تقريبا أو 34، لا 3 في 34
3 في 34 تطلع 102 واثنين 34 تقريبا، تطلع 34. 34 مع 3، 3 في 34 102، واثنين في 3 6، 102 و6 بيطلع 108. جربوا على الثانية، نص في 100 في 34 17، وهون 3 يطلع 20. مزبوط. إذا هاي النقطة 4 3 و34، أنا كاتبها 43، هاي النقطة 34. اللي ما بيعرف بده يروح يحل نظام معادلات زي ما تعلمته بالصفوف السابقة عشان تطلع نقطة تقاطع، أو يكون ده يقربها تقريبا. 34 و3، الآن وين نروح فيهم؟ نعوضهم في الدالة ونشوف مين القيمة العظمى. بنعوض هون، إيش هي الدالة؟ 25x زائد 35y. إكس صفر راحت، 35y يعني 700، هي الأولى. هون صفر صفر يعني صفر، أقل إشي ربح هناك. 25 في 36 فيها 900، هي الأخيرة، هي الوحيدة اللي تحتاج آلة حاسبة. 34 ضرب 25 34 ضرب 25 850 زائد 35 في 3 105 955 يطلع هون 955. إذن القيمة العظمى لما بنطلع 34 مقعد 3 طاولات، هون القيمة العظمى. شوف السؤال اللي بعده نفس الاشي، عندي 3 متباينات. نبدأ باللي على اليسار، بده احصر واي بين السالب 3 والخمسة. بروح اجيب خط متصل ارسم فيه واي عند السالب 3، هاي واي سالب 3، هاي متصل لانه فيه يساوي، هاي واي سالب 3 وهاي واي 5. 1 2 3 4 5 مظبوط. وبظلل بينهم، ظلل بينهم منطقة حل المتباينة يلي على اليسار، ظلل بينهم هاي اللي هي حصرنا واي بين السالب 3 والسهاي، حل هاي المتباينة. تمام. بدي احل الثانية، هاي بيش بتكون حلها؟ بدنا نحلها باللون الاخضر. اول اشي نروح نمثلها هون، يلا بنحط لها اكس واي، حط اكس صفر، اكس صفر واي خمسة على طول، حط واي صفر اكس خمسة على اربعة، خمسة على أربعة بالآلة الحاسبة 1 وربع. نروح نمثلهم، صفر مع خمسة طلعت نفس النقطة هاي، وإكس 1 وربع يعني هون. تمام. بنروح نجيب خط مستقيم نفس الإشي، في متصل لأنه في يساوي،
اشرح شوي عن النقطة، وانا يهمني لاني بدي رؤوس منطقة الحل، بدي الحل يكون دقيق. ربع قريب على نتأكد، سالب 3 4 في 2 8، سالب 3 5. نعم، تجي على النقطة بالضبط. تمام. تظليل على اليسار ليش؟ لأنه أقل، لأنه أقل، مش على اليسار، تحت، تظليل تحت، إذن هاي المنطقة تحتها. تمام لغاية الآن؟ كم متباينة صرت ممثل؟ 2. باقي علينا المحترمة هاي، نجيبها هون، سالب 2. سالب 2 اكس زائد واي اقل او يساوي 5. نسوي جدول اكس واي، حط اكس 0 معناته على طول واي 5، وحط واي 0 اكس 5 على سالب 2، فيها سالب 2.5. تمام، بنروح نمثل هذا الاشي اللي حصلنا عليه انه اكس 0 و5. يا سلام، هذا كلهم التقون، هذا كثير مهم هذا لانه حله سهل. وهون سالب 2.5. بنروح نجيب خط ايضا متصل، بنرسم. مظبوط، انا بيهمني الدقة عشان بدي اخذ نقاط. تمام تقريبا، واللي اقل تحتها، لحظة، هذا تحتها بيجي على اليمين، يعني بمعنى اخر منطقة الحل ستكون هذا المثلث، منطقة المشتركة هذا المثلث. تمام، الان بدي اعرف رؤوس هذا المثلث، النقاط. أول نقطة هاي 0 مع 5، والنقطة هاي راح تكون -1 -2 -3 -4 مع -3. تتأكد دائما زي هيك، حط بدل إكس -4، -2 صارت 8، -3 5 فعلا. طيب، وهاي النقطة تاعت الخضراء راح تكون 2 مع -3، 4 في 2 8، -3 5 فعلا. إذا هاي 2 مع -3، إذا عندي 3 نقاط، ناخذهم على الجدول. هاي اكس واي، نجيب هون 0 و5، ونجيب 2 و -3،
ونجيب سالب 4 وسالب 3 ونعوضهم بالدالة اللي بتقول fxy تساوي 4x ناقص 3y. تمام إن شاء الله. يلا بنعوض، هون x 0 سالب 3 في 5 بيطلع سالب 15، 4 في 2 8 وهون تصير 9، 8 و 9 قديش؟ 17، 8 و 9 17 سالب 16 زائد 9 سالب 16 زائد 9 سالب 7. وين القيمة العظمى؟ عند هاي النقطة. ويطلب عظمى ولا صغرى؟ هنا العظمى بده الثنتين، هنا العظمى وهاي الصغرى. هيك يكون حليت لكم بقية الأسئلة، وشكرا لتفاعلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.